بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على كافة الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في ارتفاع إحنا ملاحظينه بقالنا كذا يوم في درجات الحرارة، مع أن يعني شهر يناير المفروض أنه أبرد شهر في فصل الشتاء. بالفعل، يمكن إحنا خلال الأيام الماضية كنا بنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة وبلغت ذروتها الجمعة الماضية. اليوم مستمر معانا ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام. بالفعل يمكن احنا في شهر يناير المفروض يبقى في انخفاض في درجات الحراره، لكن احنا اعلى من المعدلات بحوالي 3 الى 4 درجات على اغلب مناطق الجمهوريه. الارتفاع ده بيشمل اغلب مناطق الجمهوريه، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، وده بيحسسنا بالدفء اكتر واحساسنا بارتفاع درجات الحراره، والاجواء الدافيه تماما على اغلب المناطق الشماليه مرورا بالسواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، يمكن كمان المناطق الجنوبيه بتكون أعلى درجات حرارة من المناطق الشمالية بسبب تأثرها بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فالأجواء بتكون أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار. لكن أول ما أشعة الشمس بتغيب بنبدأ نحس بانخفاض درجات الحرارة، بنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. بيكون في فرق كبير بين فترة النهار وفترة الليل، بيوصل الفرق ده أحيانا ل 10 و12 درجة مئوية. الأجواء بتظل فترة الليل باردة شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، بالإضافة كمان اليوم مع الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية اللي بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. يمكن هي الشبورة المائية اليوم كانت شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق دي وتلاشت مع سطوع أشعة الشمس. متوقع ان شاء الله من غدا نبدا نشهد انخفاض في درجات الحراره، خاصه في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. تبدا مصادر الكتل الهوائيه تختلف وتكون الكتل الهوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فالانخفاض هيبدا على السواحل الشماليه غدا الاثنين ان شاء الله، ويشمل الانخفاض كافه مناطق الجمهوريه يوم الثلاثاء القادم. نبدا من يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله درجات الحراره تعود للمعدلات وتنخفض وتوصل ل 19 و18 درجه مئويه على القاهره الكبرى. طيب هو مع الانخفاض في درجات الحرارة اللي يعني البلاد هتشهدها بكرة، في سقوط للأمطار مثلا هتبقى موجودة؟ بالفعل يمكن نشهد غدا سقوط امطار خفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد وبعض المناطق من خليج العقبه. يوم الثلاثاء الامطار هتشمل مناطق الداخليه ايضا، وتبقى امطار خفيفه متوسطه على السواحل الشماليه وكمان محافظات شمال الوجه البحري، وده متوقع يكمل معانا لنهايه الاسبوع. انخفاض درجات الحراره وفرص سقوط الامطار على المناطق الشماليه او السواحل الشماليه للبلاد باذن الله. اشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 23 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 23-12، اسكندرية 21-12، العالمين الجديدة 21-12، مطروح 20-12، دمياط 20-13، بورسعيد 21-14، الإسماعيلية 24-13، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 13، العريش 22-14، كاترين 20-5، طابة 23-16، حلايب 25-17، شلاتين 27-18، شرم الشيخ 26-17، الغردقة 27-14، الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 11، بني سويف 25-10، الوادي الجديد 30-10، أسيوط 28-11، سوهاج 29-12، قنا 29-12، الأقصر
30-12، واخيرا اسوان العظمى فيها 30 والصوره 15. ودي كانت مشاهدينا درجات الحراره المتوقعه النهارده، وكمان توصيات هيئه الارصاد الجويه. خلوا بالكم في صحيح ارتفاع في درجات الحراره، لكن بيكون بالنهار، بالليل درجات الحراره ممكن تنزل ل 10 او 12 درجه، فبلاش نخفف ملابسنا، ونلاحظ انه بيبقى في درجات الحراره او الجو بيبقى بالليل من شديد البروده لبارد، فناخد بالنا ان شاء الله اليومين الجايين كمان هيبقى في امطار لكنها خفيفه، مش هتاثر على سير العمليه المروريه في اغلب الطرق والانحاء في البلاد. نرجع مره تانية لشاذلي وباسانت نكمل معاهم باقي فقرات. شكرا لك.